شكرا جزيلا خالص إيشوع الصيفو، عضو مجلس النواب العراقي سابقا دورة ثانية، ورئيس نادي قرقوش ورئيس منظمة شلومو للتوثيق، وبالتأكيد من سهل نينوى من الحمدانية قرقوش بغداد. نعم تأكيد يعني الممارسات الثقافية بمجملها، ممارسات إن كانت فنية إن كانت أدبية إن كانت شعرية إن كانت رياضية حتى تدخل في هذا المجال، لها تأثير كبير جدا في توحيد الرؤى وتكوين أرضية مشتركة بين كل المكونات إن كانت إثنية أو دينية أو قومية أو مذهبية أو حتى أيديولوجية. المواضيع الثقافية توحد دائما، وفي التنوع كما يقال هناك إثراء. عندما بالضبط كالبستان عندما يكون عندما يحتوي على زهور متعددة الألوان، كلما كانت ألوانه متعددة كان أجمل وأرقى وأفضل. نفس الشيء بالنسبة للمجتمعات، كلما كانت المجتمعات مختلفة إثنيا أو قوميا أو دينيا أو فهناك ستكون هناك ثقافات وموروث مختلف، بمجموعه سيشكل إرثا ثقافيا كبيرا لتلك المنطقة وذلك البلد. ففي التنوع هناك إثراء للثقافة العامة لأي مدينة. هذه بهذا الشكل كنا ننظر إلى الموضوع قبل الحرب طبعا، وبالتأكيد قبل تواجد المحاصصات والتفرقة بين البشر على بموجب الأديان والقوميات وهذه جاءت منذ الاختلاف حقيقة في 2003 إلى حد الآن، تغيير نظام الحكم وتغيير الأوجه وتغيير نمط الثقافات، فجعلت هناك فواصل بين المكونات وما تولد من عدم قبول للآخر ووجود كراهية ووجود تفضيل بين مجتمع ومجتمع آخر. هذه ولدت حالة من الانكسار في المجتمعات التي نعيشها. بالنتيجة أدت إلى ما أدت عليه في 2014 من احتلال تنظيم داعش لهذه المناطق كلها. نحن نتحدث عن منطقة سهل نينوى كجزء من المناطق التي احتلتها، والتي كانت ثلاث محافظات كبيرة، يعني محافظة نينوى، محافظة صلاح الدين، محافظة الأنبار، وأجزاء أخرى من محافظات أخرى. فكانت مأساة كبيرة عاشتها المجتمعات، تأكدت بعدها أنها لا يجمعنا سوى أن نكون مع بعض، أن نكون موحدين، فإما أن نكون واحدا أو نقتل واحدا واحدا. حقيقة يعني أنا قلت أنه تولدت لدى هذه المكونات خاصة التي تأذت بشكل مباشر من تأثير تنظيم داعش على هذه المناطق، وأدت إلى نزوعهم، إلى قتلهم، إلى أمور كثيرة، إلى اختطاف، إلى اغتصاب، إلى جرائم عديدة. هذه ولدت نقطة حقد في وكراهية في قلوب كثير من المجتمعات. يلزمنا أن نزيل هذا الحقد، وأن تلك كانت حالة شاذة، ولكن القاعدة هي أن نكون مع بعض دائما. فالممارسات الثقافية، الممارسات الرياضية المشتركة، التواجد، الزيارات، المحاضرات، خطب الأئمة والرجال الدين في كل المجتمعات التي تدعو إلى التوحد من أجل خلق مجتمع ناجح، مجتمع يرنو إلى التقدم، مجتمع صحي. يجب أن نزيل كل هذه البقع السوداء التي بقت في قلوب وضمائر ونفوس المجتمع، وخاصة الشباب منهم، لأن الشباب لم يروا كيف كانت العلاقة قوية سابقا بين مختلف شرائح المجتمع في سهل نينوى. كانت علاقة جميلة جدا مبنية على المحبة، على التآلف، على التعاون، على التسامح، على كل هذه القيم الكبيرة التي نعرفها.
يجب أن تعاد هذه القيم مرة أخرى، يجب أن يزال موضوع التوسع الذي موجود لا زال في بعض عقول البشر في هذه المناطق، أن أتوسع على حساب الآخر أو أن أخذ ملك الآخر وأحتفظ بملكي. هذه الأمور كلها يجب أن تكون هناك محاضرات وأعمال ثقافية، إن كانت بشكل محاضرات، بشكل خطب، بشكل مجالس، بشكل أعمال فنية وثقافية مشتركة، بطولات رياضية مشتركة. يجب أن نمحي هذا الجزء المظلم من ما ترسب في عقول ونفوس الشباب. بالتأكيد نحن قلنا أنه الأمور الثقافية هي نواة كبيرة للسلام، فالسلام يبنى على في العقول أولا قبل أن يبنى على الواقع، فيجب أن نغير ما ترسب في عقول البشر في هذه المناطق من مأساة السابق، من مأساة خاصة 2014 إلى ما بعد 2014. هذه الممارسات تزال، لا تزال بكلمة فقط ولا تزال بإشارة، تزال بالعمل المستمر، بالعمل المستمر والمشترك بين كل الفئات، أعمال مشتركة لكي نعيد الثقة بمجتمعاتنا، بطولات رياضية مشتركة، فرق رياضية مشتركة، فرق فنية مشتركة، أعمال فنية، مسرحيات، مهرجانات، أمور حتى في الغناء تكون مشتركة بين كل هذه المكونات. هذه تخلق هذه الأواصر والعلاقة القوية بين هذه المجتمعات. دعني أقول لك شيء من الماضي الكبير، أنه أقولها دائما، أنه كانت في المدن اليونانية دائمة الصراع، سبارتا، أثينا والمدن اليونانية الأخرى، ففكر الحكماء اليونانيون في كيف يحل السلام في اليونان ونستطيع أن نوحد هذه المدن ونزيل الحرب، فكان الدواء لهذا الداء هو إجراء ألعاب أولمبية القديمة اللي كانت 776 قبل الميلاد، فكانت أيضا تفرض عقوبات على المدن التي تخرق هذه الشهور التي يقام بها هذه المباريات. استمرت هذه لأنها كانت تأتي بشباب من مدن مختلفة، فتعارفوا، تعاونوا، بث السلام فيما بينهم، بث التعاون، المحبة، قبول الآخر، صداقات، إنشاء صداقات جديدة. هذا ما أدى إلى توقف الحروب بين المدن، ومن ثم إحلال حالة السلام، ومن ثم حالة الوحدة في المدن اليونانية إلى 1393 حين أوقفت هذه الممارسة، لتعود مرة أخرى سنة 1896 ميلادية عن طريق النبيل الفرنسي دي كوبرتان، والتي نرى أنها من أكثر النشاطات الاجتماعية والعالمية مشاركة وشهرة في العالم. عشرات الآلاف من الرياضيين من مختلف بلدان العالم يشتركون، ومليارات يشاهدون هذه البطولات. فهنا خلقنا حالة كبيرة من التعاون، التسامح، قبول الآخر، وبالنتيجة هي من أجل السلام ومن أجل المحبة والتعايش. حقيقة في قرقوش بغداد هناك ممارسات عديدة سنوية تمارس على مستوى دينية، على مستوى اجتماعية، وعلى مستويات أخرى مختلفة، منها مثلا أعياد السعانين. أعياد السعانين في قرقوش لا يوجد مثيل لها في، أعتقد، في كل أنحاء العالم، أو في لنقول المدن المسيحية في العالم، حيث يخرج كل الناس صغارا وكبارا بملابس تراثية وبصلوات للسلام والمحبة. هذه الصلوات وهذه الترانيم التي تدعو الناس والتي يحفظها الكل صغارا وكبارا،
ترسخ في العقل والذهن الجمعي مبادئ للسلام والمحبة والتآخي. وبالتأكيد يحضر هذه الممارسات من خارج مدينة قرقوش لأنها متوحدة ومتميزة، فيحضرون كل، هناك مسيحيين مسلمين من طوائف أخرى يحضرون ويروا كيف أن الصغار والكبار يشدون للسلام للمحبة للتعاون لكل هذه المعاني السامية. وهذه واحدة من، طبعا التطواف يكون حول قرقوش كلها يعني دائريا. الممارسات أخرى، مجموعة أعياد مرق قرقوش، يوحنا الديلمي أيضا له. أيضا كان هناك قبل 2003 كان مهرجان قرقوش للإبداع السرياني. هذا المهرجان يشارك به، يستمر 3 أيام، يشارك به كانت كل القرى والمدن المسيحية آنذاك، تشارك في مواكب تطوف أيضا تمثل مناطقها وزيها الشعبي والرسمي، وتطوف حول قرقوش. ومن ثم في المسرح هناك عروض مسرحية، هناك أغاني، هناك شعر، قصص قصيرة، هناك ممارسات ثقافية متنوعة، ويشترك بها مختلف الشعراء والأدباء والكتاب والفنانين وعموم المجتمع. ممارسات جميلة ورائعة في حب الحياة. مثل هكذا ممارسات يجب أن تكون، ويجب أن تكون مشتركة حاليا، يعني أن يشارك بها على سبيل المثال الشبكي، يقدم تراثه ويقدم زيه ويقدم لون الأغاني والشعر حتى بلغته، يعني باللغة اليزيدي الكاكائي العربي الكردي، بالإضافة طبعا للكلداني السرياني الآشوري. نتوق لمثل هكذا مهرجانات، مثل هكذا مهرجانات هي التي تقرب، هي التي توحد، هي التي نحتاجها الآن، وما أحوجنا الآن إلى مثل هذه الممارسات الجميلة لنعيد البسمة مرة أخرى والأمل في العيش المشترك في عراق موحد. نعم، أكيد مبادرات عديدة، بعضها مبادرات اجتماعية، يعني مثلا المشاركة في الأفراح والأحزان ترى أن وفود كبيرة من قرقوش، لأنه العلاقة لا زالت موجودة خاصة مع القدماء، مع وجوه هذه المناطق كانت هناك علاقة قوية جدا بينهم، لأن قرقوش كانت هي المركز، مركز لكل القرى حول قرقوش، وكانت حتى الأمور الشراء والبيع كانت بالدين، بأمور يشترون من قرقوش ولكن عند توفر المادة. والقرقوشين كانوا برحاب الصدر، يعني يعطون ما لديهم. الآن أيضا موضوع الزيارات، موضوع التعازي، موضوع المشاركة في الأفراح، موضوع المساعدات، مواضيع عديدة يشارك بها أهل قرقوش. نفس الوقت هناك في التعازي مثلا يأتي الأخوة من مختلف المكونات داخل سهل نينوى وفي بعض الأحيان خارج سهل نينوى، لأن يعني علاقات موجودة. كان المعلمين في قرقوش وصلوا إلى البصرة، إلى ديالى. مثلا أنا والدي درس في الخالص في بعقوبة، ولهذا أسماني خالص تيمنا بتلك المدينة الجميلة الرائعة التي، والعلاقات القوية التي كان تربطه بها. وهكذا قرقوش كانت مشهورة بالمعلمين، بالإضافة إلى صناعات التراثية، الفراوي والبساط واللحاف المنسوج بمكائن خاصة، مكائن قديمة يعني مكائن تراثية. فكانت علاقة قرقوش بمجتمع قرقوش بمجتمعات الأخرى علاقة كبيرة وواسعة. وفي الفريق الرياضي مثلا على سبيل المثال، نحن لدينا 14 لاعب في كرة الطائرة المشارك بالدوري الممتاز العراقي، 7-8 لاعبين ليسوا مسيحيين،
أو ليسوا من كلدان سريان آشوري، وإنما من مختلف شرائح المجتمع. لا يوجد لدينا هذه النعرة الطائفية المقيتة. وإذا أردنا أن نتخلص من كل هذا يجب أن نمحي هذا الموضوع، موضوع الفلان القومية الفلانية والدين الفلاني والطائفة الفلانية، هذه تقتل. أما ما يجمع فهو المبادئ السامية.